مرحبا بكم في قناة أمون تي في شو. إذا كنت تريد المشاركة في السحب العشوائي الذي نجريه كل شهر على ألعاب الألوال سبرايز، كل ما عليك فعله الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس وكتابة تعليق لنا لندخل اسمك على عجلة الحظ، والفائز هو الذي يختار لعبة الألوال سبرايز التي يريدها. لا تنسوا يا أصدقاء، موعد السحب دائما في بداية كل شهر. ألم أفهم ما هذا؟ انظري إلى شكلها، إنها مضحكة أليس كذلك؟ انظر كيف تنظر إلينا. يا ترى لماذا أمون نادتنا نحن الثلاثة بالذات؟ لماذا أنا وأنت وداون تاون؟ لا أدري، الآن سوف نعلم. هذا الشيء أول مرة أراهم. أعتقد أنها ألعاب. لا، تبدو كأنها نباتات. صدقيني، هذه نباتات جديدة. لا، إنها ألعاب. انظري إلى أشكالهم. حسنا، سوف نرى إن كانت ألعاب أم نباتات. حسنا، أقول أنها ألعاب على شكل نباتات، أليس كذلك يا أمو؟ مرحبا بكم أصدقائي، اليوم سوف نتعرف على هذا الشيء الجديد. إنها سبروتي بلاز. تقول هنا watch us grow grassy and style us looking sassy. واو، جملة جميلة، أي أنه بمعنى أننا سوف نشاهدها كيف سوف تنمو. أعتقد أنها عشبة جميلة، هكذا تبدو. واو، أنا متحمسة جدا لهذه الفكرة الجديدة grow and style. تقول أنها سوف يكون لها شعر حقيقي هكذا. واو، أنا متحمسة لكي أتعرف على هذه اللعبة الجديدة، لكن لماذا دعوتنا نحن الثلاثة؟ حسنا، سوف تعلمين بعد قليل. تقول هنا سوك أن يجب علينا أولا أن نغمسها بالماء أو نطمرها في الماء. سوك مي إن جلاس، ثم سوف نراها تكبر يوما بعد يوم في خلال أسبوعين. لهذا السبب اخترتكم أنتم الثلاثة لكي تعتنوا بهذه النباتات. سوف نرى التحدي فيما بينكم، من هي نبتتها التي سوف تكبر ولا تموت؟ قالت نباتات. أنا لست، أنا لا أستطيع الاهتمام بهم، أنا كثيرة السفر. أنا أيضا دائما أخرج من البيت، أنا نسيتي أني عندي نادي. أنا وضعت أسماء جميع الـ OMG على عجلة الحظ، وأنتم تم اختياركم لتعتنوا بهذه النباتات. حسنا، دعونا الآن نفتحهم. واو، انظروا إلى شكلها، جميلة أليس كذلك؟ حسنا، هيا. واو، رائحتها زكية جدا. انظروا، أتت بإكسسوار على شكل أرنوب، ها هي لكي ترتديها. واو، انظروا إلى شكلها، قوارة حمراء وبها هذا الشكل الجميل. حسنا، هذه أول واحد، لنفتح البقية. واو، انظروا ما أجملهم، أنا أحببت هذه الفكرة كثيرا. انظروا، هنا ترتدي إكسسوار على شكل يونيكورن، ها هي، وأيضا هنا تضع قلبين بجانب عينيها، هما هذا الأنف الجميل. هنا أيضا هذه الأنيقة الجميلة باللون البرتقالي. انظروا أيضا إلى إكسسوارها، أعتقد أنها قطة، أليس كذلك؟ جميلة جدا. ما أتى بالتعليمات؟ الأولى، انظروها هي شكلها، سوف نقوم بوضعها هنا لمدة 8 ساعات.
هكذا واو، أعتقد أنها كبرت، ليس كذلك؟ وسوف أضع هذه عليك هكذا. هيا أنت، هبا هبا هبا، وآخر واحدة هذا. كما أتى بالتعليمات يا أصدقائي، سوف نضعهم 8 ساعات، ثم نخرجهم ونضعهم في القارورة هذا. ومن ثم يا أصدقائي سوف تبقى، أعتقد أنها يا أصدقائي سوف تبقى شكلها هكذا، لكن سوف يخرج لها شعر حقيقي وهو على شكل عشب grass. هكذا سوف يبدو شكلها النهائي، ثم نضع عليها بعض الإكسسوارات. واو، فكرة في غاية الجمال، لكن سوف ننتظر 2 weeks، أسبوعان. لذلك مهمة الـ OMG الاعتناء بهذه النباتات، كل واحدة سوف تأخذ حسب لونها. هذا لينين كيوتي بما أن لونها برتقالي، الأحمر لكي رولر، وآخر شيء داون تاون اللون الوردي. ها هو تحدي الـ OMG الجديد، سوف نرى من نبتتها هي التي سوف تكبر أولا وأيضا يصبح لديها شعر جميل. قالت أسبوعين، واو مدة طويلة، مدة طويلة سوف ننسى. لا 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 لا، أحضرت لكم هذه الساعة، هذه منبه لكي تتذكر. واو أمو لا تنسى شيء. ما رأيكم يا أصدقائي بهذه الفكرة الجميلة؟ إن أعجبتكم هذه الفكرة دعوا لايك، سوف أقوم بتصويرها لكم يا أصدقائي يوما بعد يوم لكي نرى التغيرات التي سوف تطرأ عليهم. ما عليك فعله الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس وكتابة تعليق لنا لندخل اسمك على عجلة الحظ، والفائز هو الذي يختار لعبة الألوال سبرايز التي يريدها. لا تنسوا يا أصدقاء موعد السحب دائما في بداية كل شهر.